كيفكم؟ كيف الأحوال؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. الفيديو تاع اليوم أجي تشوفوا مباشرة معكم هاد القندورة هادي، عدلتها بهاد الطريقة هادي. الطريقة ديالها إن شاء الله تبروها في فيديوهات سابقة. أما الفيديو تاع اليوم عندنا البارفان، ولكن خاصها تكون نسبة ديال الكل فيها بزاف باش نزولوا الأثر ديال الساق أو الغورة. ها هو كيف ما كيبان لكم، الطاج ديالو بيضه. ضروري ملي لصقنا اللصق في الثوب نخليوه حتى يبس تماما. انا عندي هذا اللصق هذا قديم، هانتوما كتشوفوه ب 7000، هذا هو اللي كنستعمل. ودابا اجيو نشوفو كيفاش نعملو في هذه الطبعه هذه ديال اللصق. الا جينا باش نحيدو هيدا راه ما كتحيدش. ناخذ شيتا ديال السنان، ولكن ضروري خاصها تكون خاصه بالخياطه، يعني تكون نقيه مزيان. هكذا رشوها بالبارفان. انا عندي هادو ديال الحديد، فما بغاش نحاتيهم لان يمكن يتبدل اللون ديالهم. رشيت هاد الموطع وكنبقى نحكو على هاد الطريقة هادي. هانتوما بديتو كتشوفو بدا كيزول. كنبداو نزولوها بشوية بشوية. هيا باقي غير واحد شوية، هي ماشي بزاف. هاد الشتا عندي رطبة بزاف عليها، ما كتساعدنيش. فانا ما بغيتش نوقف الفيديو باش ما تقولش سلمى وقفت الفيديو لهذا ما شاركتش معنا جميع التفاصيل. كي اللي عيقول لي سلمى واش من كثر الحكان ما عيبهتش اللون؟ لا، فانا كيف ما كتشوفوا الشتا رطبه، ولهذا ما يوقع حتى شي حاجه نتساوي. حتى البارفان ما يمكنش يوقع له شي حاجه، لان مسانسين كنعملوه في الملابس ديالنا الا ولا كان فيه زيوت زايده. الا كان بارفان فيه زيوت زايده فهي منا واحد البقعه، ما علينا الا نشللوها بالماء وصافي. باقي هاد شويه هادي، ها انتما كتشوفوا باقا فاسكه والبقعه مشات تماما الحمد لله. هاد الواقعه صراحه كتبقع بزاف، خصوصا اننا ملي كنستعملوا الخدمه بزاف كنكونوا مزروبين، كيوقع لينا هاد المشاكل هادو. ولكن الحمد لله باقل من 5 ديال الدقائق سالينا على هاد البقعه هادي اللي كنا كنجبروا فيها بزاف ديال المشاكل، كنا كنخافوا بزاف. وكنقول لكم الا بقات لكم بقعه ديال البارفان انا ما تخافوش، البارفان ما كيوقع حتى شي حاجه في التوابات، الا ولا بقى لكم ديك البقعه ديال الزيوت اللي كتكون في البارفان نشللوها بالماء العادي وها هي مزيانه. فكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، والطريقه تكون سهله ومبسطه. ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.